طاقتك العامة لهذه القراءة، أنت في وضع استعداد وترقب وانتظار، فأنت ربما مستعد لسماع أي شخص، أي كلمة من هذا الشخص أو من هذا الحبيب، وأنت باستعداد على إلى أن تأتي إليه بأسرع وقت، لأنك في غاية الشوق وعندك طاقة عالية تجاهه، وأنت منجذب له بطريقة كبيرة، وعندك طاقة حماس لأن تأتي وتسمع أخباره وتراه. أنت ترى هذا الشخص محتار، ربما يكون محتار بين شخصين أو قرارين. أنت تراه احتمال في علاقة ثانية مع شخص آخر، وأنت أو مرتبط، ربما يكون متزوج هذا الشخص وأنت تراه هكذا، أو أنك تراه شخص ناجح ومحقق إنجازات كبيرة في حياته العملية. هذا الشخص فعلا هو إنسان جدا عملي وناجح في أعماله، ومثبت نفسه في وسطه وبين الناس، وهو محبوب من قبل زملائه، من قبل أصدقائه في العمل، أو ربما كما قلت هناك طرف ثالث في هذه العلاقة. نعم، الحبيب احتمال كبير بأنه يكون متزوج. الحبيب احتمال بأنه متزوج. طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة أيضا زواج، احتمال بأنكما أنتما الاثنين في زواج، وأنت في هذه الفترة تريد أن تعمل العدل، الإنصاف، وتمشي على العادات والتقاليد. أنت ربما تريد مع هذا الشخص ارتباط رسمي بطريقة تقليدية، وأنت تحاول أن ربما يكون هذا الزواج، تريد منه زواج آخر، زواج ثاني، أو أن هذا الشخص هو متزوج وأنك تريد أن تتزوج منه، ولكن بطريقة تقليدية، لأنك إنسان محافظ على العادات والتقاليد ومتمسك بها، وأنت إنسان احتمال بأنك أنت إنسان متدين أيضا. طاقة الحبيب في هذه الفترة، الحبيب هو متعب جدا وخائف وعنده مشاكل نفسية كبيرة، ربما كان في السجن وخرج منه، أو ربما كان في مشفى، ربما تعرضت صحته في الفترة الماضية لمشاكل كبيرة، أو نفسيته تعرضت لمشاكل كبيرة، وهو الآن خارج من هذه الأمور متعب جدا وخائف من تكرار ما حصل معه، خائف من أي شيء، وهو متمسك بالدفاع عن نفسه وبكل قوة وشراسة. احتمال بأنه يكون هذا الشخص خارج أيضا من علاقة زواج، وأنه متعب وكان هناك مشاكل كبيرة وخرج منها هذا الشخص بصعوبة كبيرة، خرج منها منهك القوة، أو أنه خائف من الارتباط بك لأنك يشعر بأنك متزوج، أو هو متزوج وهو يخاف من هذه، من مشاكل، من عواقب هذا الارتباط وهذا الحب. أنت ترى الحبيب بأنه هو السعادة، هو الفرح، أنت تشعر بالمرح معه وبأنه يعطيك البهجة والسرور لحياتك. أنت ربما أنت وهو تقضيان أوقات جميلة، تخرجان، تمرحان مع بعضكما، أو أنك ترى الحبيب كما قلت في الطاقة العامة بأنه مرتبط بشخص آخر، مرتبط بعلاقة ثانية. الحبيب، مشاعر الحبيب لك، هو يراك كل شيء جميل، يرى معك السعادة الكاملة، أنت تعطي لحياته البهجة والسرور والفرح،
طريقة الحب لك بالنسبة لهذا الشخص ليست هي طريقة ثابتة. أنت تحاول دائما التجديد، التغيير في حياتك، التغيير في أسلوبك، فهو يراك منجذب جدا لك ويراك في غاية الجمال والروعة، أو ربما يراك أيضا بأنك في تتكلم مع أناس كثيرين على الإنترنت، أو عندك علاقات كثيرة، وأنك شخص جميل ومعروف في الوسط الذي أنت تعيش فيه، أو أنك تعمل أعمال فنية كثيرة وأنت إنسان مشهور وعندك المعجبين بأعمالك. هكذا هو يراك، ويراك أيضا بأنك شخص جميل كما قلت، إنسان روحاني متصل معك بالروح هو وأنت جدا، هو معجب بك بطريقة كبيرة هذا الشخص، وهو يراك أيضا بأنك احتمال بأنك أنت متباعد عنه في هذه اللحظة، أو أنك لا تريد أن تكون معه، وهو يظهر لي في الطاقة أيضا بأنك أنت متباعد عنه، أنت في طاقة استعداد وانتظار وأنت متباعد، وهو يشعر بك بأنك أنت متباعد أيضا. نوايا الحبيب في هذه الفترة هو ينوي على الخفية والتسلل لك واستعلام أخبارك، استعلام أخبارك من أي شيء، من أي إنسان، من أي شخص، من أي مكان على السوشيال ميديا. هو يريد أن يستعلم عنك بطريقة سرية، ولا يريد أن يثير أي مشاكل، أو أنه يريد أن يأخذك له. هذا الشخص يريد أن يأخذك لأنه يشعر بأنك أنت حقا بالنسبة له، أنت حقه، هو يحبك أنت، ولا يريد أن يشاركك مع أي شخص آخر، أو أنه يراك أنت إنسان موهوب أيضا وفنان وعندك إبداعات كبيرة. هو ينوي على أن يكون يستعلم عن أخبارك إذن بطريقة متخفية، لأنه أيضا يراك أيضا بأنك متباعد، يراك أيضا بأنك مستعد من بعيد، وأنت في الطاقة العامة مستعد ومتباعد عنه، ولكنك تنتظر منه أي خبر، وهو أيضا سيستعلم عن أخبارك بنفس الطريقة التي أنت بها، يستعلم عن أخبارك وعن أمورك بطريقة سرية وغير واضحة. الخطوة القادمة هو سيترقب وينتظر مثل ما أنت تنتظر، أنت في طاقة انتظار، وهو سيترقب وينتظر ويستعلم عن أخبارك كما قلت من بعيد لبعيد، ولا يريد أن يعمل أي شيء سوى المراقبة والصبر والانتظار. هذه هي الخطوة القادمة له، ولكن مصير هذه العلاقة أنا أرى بأنكما ستكونان مع بعضكما، لأنكما أنتما توأم للروح بطريقة معينة. هذا الشخص ربما أنت أو هو ستتفقان بطريقة معينة وستكونان مع بعضكما في النهاية، مهما أنت حاولت أن تتخفى وتراقبه من بعيد، ومهما هو حاول أن يراقبك من بعيد، إلا أنكما ستجتمعان بطريقة، احتمال بطريقة مفاجئة، احتمال على الطريق وأنت ذاهب إلى عملك وهو ذاهب إلى عمله، ولكن ستلتقيان في النهاية لأن القدر سيجمعكم في النهاية. هذه البطاقة تنصحك بالوضوح، كن واضح وصريح وعبر عن رأيك وعبر عن نفسك، وكن بسيط، الحياة أبسط مما نتصورها. إذا كان هذا الشخص يعجبك اذهب إليه وقل له بطريقة مباشرة، أنت أريد أن أكون معك، أنت تعجبني، كن صريح وواضح. فهذه الكروت جميلة، وأنتما يوجد بينكما انجذاب عالي، وهو هذا الشخص منجذب لك بطريقة عالية، هو يرى بأن كلامك جميل جدا وتجذبه بطريقة ساحرة، وهو يراك وكأنك في هذه البطاقة وكأنكما السول ميت، وممكن أن يكون هذا الشخص هو الذي ستكملان مع بعضكما حياتكما.
فكن واضح وصريح مثل وضوح هذه الشمس، وهناك أمل كبير في هذه العلاقة. فتقول لنا هذه البطاقة: السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا، فقط افتح عينيك وانظر، فأنت بالنعمة يحسدك عليها الكثيرون. وهذه البطاقة تقول: قلنا راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة طيبة. وأنت أيضا بهذه البطاقة تقول: أنت بكلامك الجميل تعطي انجذاب، تعطي جاذبية للآخرين، الناس يحبونك بطبيعتك، أنت إنسان مرح وجذاب ولطيف. كلامك قليل برج الثور، ولكنك أنت إنسان جذاب جدا وبطريقة عالية، وأنت ساحر، وهذا الشخص مغروم بك بطريقة كلامك، أسلوبك بالكلام، حديثك، غزالك معه، هو جدا يحبك. ولكن تقول لك هذه البطاقة: راعي مشاعر الآخرين، تكلم بطريقة جميلة مع هذا الشخص، فربما يكون هذا الشخص هو السولميت لك. شكرا لكم مواليد برج الثور على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.